يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد شكرا 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 أحبائي عمو يزيد يرحب بكم في حصتكم مع عمو يزيد وانتم يا أصدقاء اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا معنا كما هاد الأصدقاء ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com لتسجيل الحضور بهذه الطريقة إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور لازم شوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حاب يستقبلكم كامل 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 حبيت نتكلم معكم واسمك بنتي؟ أنيسة وين تسكني أنيسة؟ في براقي شحال في عمرك؟ 10 سنين 10 سنين شاطرة في دراسة؟ الله يبارك الله يبارك الله يبارك واسمك ولدي؟ مهدي شحال في عمرك مهدي؟ 6 سنين 6؟ 6 سنين شاطر في القراية هيا برافو 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 واسمك ولدي آدم شحال في عمرك آدم 7 سنين شاطر في القراية وين تسكن نعم. باب الواد في باب الواد الله يبارك الله يبارك الله يبارك نهضروا مع الشاطرة هذه واسمك بنتي عابر واسمك عابر معزوز عابر الله يبارك وين تسكني بنتي بليدة في بليدة خيار جيتي مدينة الورود ما جبتي لناش وردة معي معليش سلمينا عليهم كامل كي تروحي بنتي يا اخي الله يبارك الله يبارك الله يبارك نزيد نهضر معك انت يا بنتي واش راكي لاباس واسمك بنتي اسماء وين تسكني اسماء في سيدي عبد الله سيدي عبد الله وعجبك حالك هنا مرحبا بك مرحبا بك واسمك بنتي اسمي خديجه وين تسكني خديجه نسكن في بليده ثاني ما جبتيش ورده معك مدينه الورود الله يبارك سلمينا عليهم كامل كي تروحي سلمك الله يخليك الله يخليك واسمك بنتي؟ اسمي فاطمة وين تسكني فاطمة؟ في بومرداس الله يبارك شاطرة انت يا شاطرة؟ ايه الله يبارك الله يبارك إذن أحبائي مرحبا بكم مرحبا بكم في بداية كل حصة عمو يزيد يستضيف شخص اللي يجيب لنا البريد تاع أصدقائنا الأطفال اللي يرسلونا عبر موقع الإنترنت بالضغط على زرار آراء وملاحظات وموقع الإنترنت هو عمويزيد.com شكون اللي يجيب لنا البريد؟ ساعي البريد اذا استقبلوا معايا سهيب تعال تعال سهيب جبنا بريد اصدقائنا الاطفال تعال تعال مرحبا سهيب مرحبا وش رايك لاباس لاباس وش جبت لنا اليوم سهيب البريد اذا سهيب جبنا بريد اصدقائنا الاطفال يديروا في علبه البريد باش من بعد عمو يزيد يقراه لكم اذا يا احبائي موقع الانترنت عمو يزيد .com باش عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم هنا في الحصة هذه السلامة يا أطفال شكرا 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 سهيب شكرا شكرا أحبائي في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم هو اليوم العالمي لتحطيم الأسلحة الخفيفة هذا اليوم يصادف يوم 9 جويلية الأسلحة والدمار ما نحبوهش احنا لأنه يشرد الشعوب يشرد الأطفال كل الحروب وهذه احنا ما نحبوهاش احنا نحبو السلام كما كنا احتفلنا في 16 ماي في اليوم العالمي للعيش معا في سلام وكامل اذا احنا ما نحبوش كاع الحروب اذا احنا نتوقفوا في هذا اليوم مع الامم المتحده يوم 9 جويلية باش نضمنوا معاهم لتحطيم الاسلحه الخفيفه هي ماهيش الاسلحه الثقيله هي الدبابات والطائرات وكامل الاسلحه الخفيفه هي الأسلحة اللي أخف يعني كل الرشاشات والمسدسات وكامل داروا يوم عالمي باش يحطموا هذه الأسلحة حتى العالم يعيش في سلام وكاين يوم عالمي مهم يوم 11 جويلية هو اليوم العالمي للسكان لا جورني انترناسيونال دو لا بوبولاسيون لازمنا دونك داروها الأمم المتحدة هذا اليوم العالمي باش يتوقفوا يشوفوا الكثافة السكانية يشوفوا وين كاين السكان بزاف وين ما كانش بزاف وعلاش كاين السكان بزاف علاش ما كانش بزاف على بالكم اللي كاين دول
وين الكثافة السكانية تحت يزيد بسرعة هائلة. على بالكم في الجزائر شحال عدد الزيادات في السنة، شحال يزيد من طفل يعني من بيبي في العام؟ عندكم فكرة؟ مليون، ما يقارب مليون زيادة في الجزائر، الله يبارك، يعني حاجة كبيرة. ولكن هذا يؤدي إلى ارتفاع عدد السكان يعني بصفة رهيبة. إذن مليح أننا ماشي نحدوا من الولادات، من تنظيم الولادات، يعني الإنسان لازم ينظم، لازم بعده بالولادات، لازم. إذن هذه أشياء، هذه مهمة، مهمة جدا في المجتمع، الكثافة السكانية وتنظيم النسل، ماشي تحديد النسل، تنظيم النسل مهم جدا. حبوا الألغاز. إذن سؤال اليوم يقول: كنا في الحصص الماضية تكلمنا عن أكبر محيط في العالم، وأصدقائنا اللي كانوا هنا قالوا لنا بلي هو المحيط الهادي. يا أخي على بالكم المحيط الهادي، ولكن سؤال اليوم شوية أصعب: ما هو أكبر بحر في العالم؟ لا بلو غروند مير دو مون، ماشي لوسيون، ماشي المحيط، البحر. إذا فكروا لغاية نهاية الحصة، أنتم وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على هذا السؤال بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. إذا أحبائي جاتكم صعبة، معليش فكروا لغاية نهاية الحصة في هذا السؤال اللي هو: ما هو أكبر بحر في العالم؟ وإحنا نروحوا مع كنزة نكتشفوا شخصية، عالم مسلم ابن الرومية. تفضلي تفضلي كنزة، تفضلي بنتي. مساء الخير يا أطفال. مساء النور. ابن الرومية العام الفقيه هو أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج النبات المعروف بابن الرومية الإشبالي الأندلسي. ولد في إشبالية سنة 561 هجرية من أهل إشبالية ومن أعيان علمائها وأكابر فضلائها. قد أتقن علم النبات ومعرفة أشخاص الأدوية وقواها ومنافعها واختلاف أوصافها وتباين مواطنها. أقام بمصر والشام والعراق نحو سنتين وانتفع الناس به وأسمع الحديث، وعاين نباتا كثيرا في هذه البلاد مما لم ينبت بالمغرب. ولما وصل إلى إسكندرية سمع به السلطان الملك العادل أبو بكر بن أيوب وبلغه فضله وجودة معرفة بالنبات، وتلقاه وأكرمه وطلب منه أن يكون مقيما عنده فلم يفعل، وقال: إنما أتيت من بلدي لأحج إن شاء الله وأرجع إلى أهلي. جمع الترياق الكبير وركبه ثم توجه إلى الحجاز، ولما حج عاد إلى المغرب وظل فيها إلى وفاته في آخر الربيع الثاني من سنة 637 هجرية. ترك ابن الرومية مألوفات جليلة في النبات والعقاقير وحديث وعلمه وعلمه، وله تعليق وشروح وتفسير كثيرة في الموضوع، وكتاب رتب فيه أسماء الحشائش على الحروف. برافو 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 كنزة، برافو. أحبائي ابن الرومية عالم جليل مسلم، نعتز بكل علماء الأمة الإسلامية. أحبائي بما أننا في هذه الفترة هذه نحتفل بالعطلة، وش رأيكم نروح نغنوا مع بعض؟ بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن. تعالي تعالي تعالي، روحي قدامي. فرح صديقة الحصة، وش راكي فرح؟ لاباس لاباس. غني لهم تاع العطلة. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، ها نحن اليوم فاضلة. برافو برافو، يلا
غنوا معايا كامل يلا اروحي معايا. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. جاءت العطلة جاءت العطلة فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة نمضي أوقات سعيدة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة نمضي أوقات سعيدة، نمضي أوقات سعيدة. جاءت العطلة جاءت العطلة فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا، لا أمضيه لهوا لعبا. جاءت العطلة جاءت العطلة فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. برافو 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 فرح برافو. أحبائي أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا اللعبة، أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا. إذا أحبائي كان وقت للجد وقت للعب. يا أخي دركا نروح نكتشف مع عمو موحى واش جبنا من ألعاب الخفة. عمو موحى اللي جانا من مدينة عنابة، إذا تحية لعمو موحى. تفضل تفضل تفضل. Thank you.
برافو 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 عمو محل الجنة مدينة عنابة. درك رح نكتشفوا في فقرة هل تعلم مع ميليسا معلومة جديدة. تفضلي ميليسا. تحية تحية لميليسا. مساء الخير يا أطفال. هل تعلم أن أقدم جسد في العالم يعود تاريخه إلى 850 قبل الميلاد، يقع في تركيا، وهو عبارة عن جسد حجري فوق نهر ميلس؟ برافو 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 ميليسا على هذه المعلومة القيمة. إذن أحبائي، عمو يزيد رح يحكي لكم قصة المزارع الطماع. يلا معايا. إذن أحبائي، كما وعدتكم مقبلة أحكي لكم حكاية المزارع الطماع. واحد النهار كان واحد المزارع، كان واحد المزارع عنده مزرعة، وهذاك المزارع كان كل يوم يتمنى، واحد النهار يتمنى أنه ربي سبحانه يرزقه بالمطر باش يحرث أرضه. يا ربي يكون ارتاح شوية شتاء وكامل، حرث أرضه كامل ووجدها وكامل، بعد زرعها يزرعها، قال يا ربي ما ارتاح شوية شتاء باش هذاك الزرع هذاك ينمو كامل. ربي سبحانه أعطاه شتاء، هذاك الزرع تاعو كبر وكامل، بعد قال يا ربي كون غير تجي شويه الشمس باش هذاك الزرع هذاك ينشف ينشف ييبس ويولي كي السنابل، السنابل نقدر نحصدها. ربي سبحانه طلع الرحمه تاعو هذيك الشمس وكامل، ولا الزرع تاعو لاباس كامل، راح حصدو كامل. ومن بعد قال يا ربي لو كان غير ما طيحش الشتا باش نقدر انا نطم هذا الزرع تاعي وكامل ونخبيه وكامل باش نقدر نبيعه. كما كان الحال ما طاح الشتاء كامل. ومن بعد غدوة من ذاك قاعد يشوف في هذاك الزرع هذاك، قال ايه، قال وكان غير وكان غير غرست الضعف واش درت وثلاث اضعاف وكذا، هذا دوك ما يكفينيش انا، وعلاش غرست غير شويه وعلاش زرعت غير شويه، كان لازم نزرع اكثر وكذا. غدوة من ذاك ربي سبحانه واش يدير، نزل عليه مطر، مطر كبير فسدت له كاع هذاك المحصول تاعو كامل، فسد له لانه كان طماع. عمو يزيد نستخلص من الحكايه تاع اليوم انه يجب ان نرضى بقسمه الله لنا. برافو برافو برافو. تحيه لبوبي، تحيه لبوبي، تحيه لبوبي. احبائي، الانسان ما لازمش يكون طماع، لازم يرضى بقسمه الله. شوفوا هذا المزارع، ربي اعطى له الشتاء، اعطى له الشمس باش يحصد باش يخبي الزرع تاعو كامل، ولكن بعد طمع، قال يا ربي لو كان غير درت اكثر، لو كان غير اكثر. الانسان لازم يرضى بالقسمه نتاعو، ما يقولش. على بالكم بالمرات الانسان مثلا تروح تشري عليه كش حاجه، انت راك حاب تشري مثلا سروال، وتروح انت حاب تشري هذاك السروال، عندك مثلا 1000 دينار، تقول له شحال هذا السروال، يقول لك مثلا، يقول لك 1000 دينار، انت تجبد هذاك تقول له هاك اعطيني السروال، يقول يا ربي كون غير قلت له 1200 دينار هذا شرا ديريكتومون، ما قاليش نقص لي. كون فاهمين يعني الانسان بالمرات لازم يكون قنوع، لازم يقنع ويرضى بالقسمه نتاعو. يا اخي احبائي، يلا معايا. اذا احبائي، الطمع يفسد الطبع، اذا الانسان لازم يكون قنوع ويرضى بقسمه الله. درك الحقنا الركن اللي نحبه بزاف هو ركن النكت. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لي؟ نكته تعالي. اسمك بنتي؟ خديجه. وين تسكني خديجه؟ تسكن في بليده. في بليده، خيار الناس خيار الناس. احكي لنا النكته تاعك بنتي. كان واحد امريكاني كان طاح من ايطاج الرابع، كي طاح من ايطاج الرابع مات، وكاين جزائري طاح من ايطاج التاسع، كي طاح من ايطاج التاسع ما ماتش، باسكو الجزائري كانوا الجزائريين كانوا بزاف ينشروا الحوايج، كي نشروا الجزائريين مع الاول كي طاح في الثامن لبس قشابية، كي طاح في السابع لبس روبا، كي طاح في السادس لبس كوستيمة، حتى طاح صابوه مع عمر حوايج حتى ما مات. برافو 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 برافو. تعالي بنت اروح، تعالي تعالي تحش. برافو، معلش تعالي بصح روح اقعد هنا، اقعد هنا من بعد احكي النكته تاعك، اقعد شوف الكاميرا، دور 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 دور، فوالا اقعد هكذا. واسمك بنتي؟ اسماء.
اسماء، وين تسكني اسماء؟ في سيدي عبد الله. سيدي عبد الله، احكي لنا القصه تاعك انت. قال لك خطره واحد الطفل سقسته الشيخه، قال ورات له صوره حذاء، قالت له شنو هذا؟ قال ها هباط. قالت له شنو هذا؟ قال ها هباط. من بعد كي قالت له جيب بابك، قالت له بلي انا وليدك نقول له شنو هذا؟ يقول لي هباط. قالها امال هنداله. برافو برافو برافو، هباط وهنداله، برافو برافو. تعال تعال اروح اقعد هنا. واسمك وليدي؟ ضيف. واسمك؟ ضيف. ضيف، الله يبارك. وين تكون ضيف؟ في الليدو. في لا لا مش الليدو. مش الليدو، في الدوزي. في الدوزي. اوكي وليدي، احكي لنا نكته تاعك وليدي. واحد راجل راح للمراه، قالت له باللي راح يشري لي خبز وفرماج، راح يشري لهم، بعد غلط راح الحانوت يشري عايرت ضرباته. غلط في القدر يعني. يلا تعال وليدي. واسمك وليدي؟ ماجد عبد الرحيم. عبد الرحيم، وين تسكن عبد الرحيم؟ من ولايه بوليده. في البليده، الله يبارك. احكي لنا نكته تاعك وليدي. قال لك واحد المزارع شرى كبش بالشهر من العيد، هذاك الكبش رباه رباه كيما ياكل معاه كنت معاه، ومن بعد هذاك الكبش كي لحق العيد قال له هذاك الكبش، قال المزارع قال له كاش كبش نكبش نعيدو. برافو 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 احبائي، لحقنا دركا الركن الرسائل. اذا بوبي اعطيني الرسائل تاع احبائنا الاطفال اللي بعثوهم لنا عن طريق موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات، وعمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم. شكرا شكرا بوبي، شكرا. تحيه تحيه لبوبي. الرساله الاولى لعجالي بلال، 10 سنوات، من مدينه بغليه ولاية بومرداس. قالكم أنا أحبك يا عمو يزيد وأحب الأطفال. إذا العجالي بلال من بغلية، أنا ثاني نحبوك وليدي، نحبوك نحبوك. شكرا شكرا. الرسالة الموالية رسالة من عند سنادو طرش، هنادي أنايس وفلا. هنادي 10 سنوات، أنايس 9 سنوات، وفلا 7 سنوات، من البيار من الجزائر العاصمة. قال لكم نحن نحب عمو يزيد. اذا هنادي انا يوسف لا عمو يزيد ثاني يحبكم يحبكم يحبكم. شكرا على المراسله. الرساله المواليه قويدري زروقي كوتر، 5 سنوات، مدينه زموري ولايه بومرداس. قال لكم انا احب عمو يزيد واشتاق للحصه. اذا قويدري زروقي كوتر بنتي، حنا ثاني اشتقنا لك، ماذا بك تجي تشرفينا في الحصه. بالقدرة ريتاج، 3 سنوات، مدينة مستغانم. أنا أهتم بالمشاركة بسبب البرنامج الترفيهي والتثقيفي. شكرا شكرا ريتاج بنتي، على بالي بلي ماما ولا بابا هما اللي كتبوا الرسالة. نحبوكم يا أطفال، مرحبا بكم مرحبا بكم. الرسالة الموالية زيدي عبير، 12 سنة، من مدينة وولاية النعامة الجنوب. قلت لكم أنا معجبة جدا بالحصة وبعمو يزيد. إذا بنتي عبير زيدي من النعامة، حنا ثاني نحبوك ومعجبين بك جدا، إن شاء الله تشرفينا في أقرب فرصة في البلاتو. إذا عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل اللي يعتز بها ويحبها. ودرك الحقنا للجواب عن اللغز أو السؤال. ما هو أكبر بحر في العالم؟ قولي عبد، تعالى. واسمك وليدي؟ معز عبد الرحيم. عبد الرحيم، واش هو أكبر بحر؟ أكبر بحر في العالم هو البحر الأحمر. لا لا، مش البحر الأحمر وليدي، ليس. تعالي بنتي، عاودي قولي لهم اسمك. ملك شاطي. الله يبارك، وين تسكني ملك؟ براقي. في براقي، واش هو أكبر بحر في العالم؟ البحر الابيض المتوسط. لا لا، ماشي البحر الابيض المتوسط بنتي، شكون اللي يعرف؟ تعالي تعالي بنتي. واسمك؟ اسماء. اسماء، وش هو اكبر بحر؟ بحر العرب. بحر العرب، قعدي معايا قعدي معايا قعدي معايا احبائي. بحر العرب هو اكبر بحر في العالم. هذا البحر مساحته تفوق 3.8 مليون 3 مليون فاصل 8 كيلومتر مربع،
ويحده 6 دول. هذه الدول هي سلطنة عمان، اليمن، الصومال، الهند، باكستان، وجزر مالديف. هو بحر كبير 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 جدا، هو أكبر بحر في العالم، هو بحر العمل، بحر العرب، كاين اللي يقولوا بحر عمان، كاين اللي يقولوا بحر فارس، هذاك هو البحر يا أخي. إذن أعطيه الهدية تاعها. إذن بنتي الشاطرة شركة تشيبس مهبول وعمو يزيد يعطوك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. العفو العفو بنتي العفو، تفضلي تفضلي تفضلي. أحبائي في كل مرة نستضيف طفل ولا طفلة للاحتفال بعيد ميلاده هنا معنا، وانتم يا أحبائي إذا حبيتوا احتفلوا بعيد ميلادكم، ما عليكم إلا ترسلونا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على عنوان صندوق باري 42000 طوالي الجزائر العاصمة. اليوم رسلنا كتمولي محمد صالح 10 سنوات من بلكور بلوزداد من الجزائر العاصمة. تعال تعال محمد، كتمولي محمد صالح، تعال ولدي، أروح ولدي، تعال تعال تعال. إذن محمد صالح رسلنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي نحتفلوا بعيد ميلاده. احنا نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا راحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالو. التحقوا بيا التحقوا بيا باش نغنوا له. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. اذا محمد صالح عمو يزيد يشعل لك شمعه، وانتم ديروا معايا العد التنازلي. اذا 10، يلا يلا كامل العد التنازلي 10. يلا طفي الشمعة، طفيها 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 طفيها. برافو 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 برافو. إذا محمد عيد ميلادك أحلى عيد، أعطي لي الشهادة تاعو. إذا كتمولي محمد صالح، عمو يزيد يهديك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم يا أطفال كامل يتخرجوا منا، كل واحد يكون عنده شهادة باسمه باش يحتفظ بها كذكرى للمشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. أعطي لي الهدية تاعو. إذا محمد صالح كما وعدناك، رامي راعي البرنامج يهديك هدية عيد ميلادك، إن شاء الله تستفاد بها. فوالا وليدي. وانتم أحبائي إذا حبيتوا تحتفلوا
كما محمد صالح بعيد ميلادكم ورامي يهدي لكم هدية عيد ميلادكم، ما عليكم إلا ترسلونا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على صندوق بريد 42000 طوالي العاصمة. وأنا مبقى لي إلى نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام، حبكم. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد. سجلنا في السيد تاع عمو يزيد، عيطونا بارك الله فيهم، ما جبت بنتي باش تحضر. سجلنا في السيد تاع امي عمو يزيد وقبلونا، عيطونا وجينا اليوم باش نجوزوا في الحصه. شاركت في استديو تاع عمو يزيد وراني في البلاطو. شكرا عمو يزيد. انا محمد، جيت من الوهران، نحب عمو يزيد، جيت باش نشوف عمو يزيد، واليوم راني في الاستوديو مع عمو يزيد. شكرا. انا انيس، نسكن في بليده ونحب عمو يزيد بزاف. يعطيكم الصحه. قالوا الامو الينا نضموا مع عمو يزيد.